طب احنا بدايتنا يعني الفعليه من اكثر من 13 14 سنه، هي تجارب نبحث عن انتاج الصابون العضويه الطبيعي، ومن 11 او من 10 سنين وجاي استطعنا ان نزرع ان نصنع الصابون الطبيعي من منتجات الطبيعه، سواء المستزرعه في المزارع او الجبليه، وفي الاساس زيت الزيتون. طبعا لابد من معاناه كثيره، لانه ما تعلمناها الا 90% تعليم ذاتي، والحمد لله عموما نجحنا نجاح ممتاز جدا، صابوننا طبيعي ومن فضل الله ما حد جربه الا استفاد، وفيها بعض المنتجات عندنا صابون طبيعي وعلاجي، يعتبر مو بس نظافه، يعتبر يعني زي صابونه الرمان، القطران، العثرب، هذه كلها علاجات، تعتبر نظافه وعلاج للجسم. لنا يمكن اكثر من 10 سنوات واحنا تجارب في صناعه الصابون. طبعا كنا نصلح شيء يتلف، نجرب شيء ما يكون يتصبن ما يطلع رغوة، شيء يعني يتغير الشكل، يتجعد مثلا، ينشف، يصير ليونة أكثر. يعني من خلال السنوات هذه وصلنا إلى التركيبة الموجودة عندنا حاليا الحمد لله بزيت الزيتون والأعشاب العضوية المفيدة الحمد لله، يعني بعد تعب الحمد لله وصلنا إلى يعني شيء مرضي، وزبائننا كل من استخدمه يعني يقولون والله يعني افضل صابون. ايش المكونات اللي تستخدمونها فيه؟ طبعا حتى الرغوه، من ناحيه الرغوه دائما في ناس يتسال يقول لك الرغوه دائما طبيعي، رغوته كريميه، من فضل الله احنا رغوتنا كريميه وفقاقيع، بدون مرغيات صناعيه، بدون مصلبات، بدون اي شيء صناعي. احنا ايش المكونات اللي تستخدمها؟ هي الاساس، هي الاساس زيت زيتون، زيت زيتون الطعام حق الباحة خصوصا، والباقي مع إضافة العشبة المطلوبة، يعني المطلوبة حسب، يعني في عندك القطران، نضيف القطران مفيد جدا واستفاد منه كثير في الحساسية، والله عالجنا في أمراض حساسية يعني ما عالج الكورتيزون. أيه؟ للمعلومية صابونة القطران مفيدة للجميع. إيش مكونات الصابونة هذه؟ إيش المكونات اللي تستخدمونها فيها؟ هي زيت الزيتون والقطران وطبعا في ملح وفي سكر. ايوه للمعلوميه الصحيحه. قلت فيه صودا، مدري هي الاساس. أيوة الصودا لازم، ما تصيب الزيوت عموما. أيوة الا بماده الصودا اللي هي في الاصل ملح طعام، استخرجت من ملح الطعام هذه الصودا، وبعد التصبن بست اسابيع واكثر تعود كانها ملح طعام، ينتهي ضررها. ممتاز، تبدا فائدتها. طيب كم تاخذ مرحله التصنيع عشان اخرج بمنتج صابون؟ كم الوقت؟ 48 ساعة، هذه عشان نجهز لك الصابونة خلاص. صح. تبدأ في التنشيف. يعني صناعتها أول كب الصابون، بعد كب الصابون ننتظر إلى اليوم الثاني، نختم على نقوم بتقطيع الصابون، بعدين الختم، نختم العلامة حقتنا عليه، بعدين نبدأ نوزعه في سلال التنشيف لمدة 6 أسابيع حتى وأكثر. أيوة حتى يبدأ يعني نبدأ، يعني عشان يتوزع يحتاج الصابون 6 أسابيع. نأخذ يعني 48 ساعة لتجهيز المنتج ووضعه في التنشيف. نبدأ أول شيء بالتصبين بالمزج، ثم صب الصابون. اليوم الآخر نقوم بتقطيع الصابون، ثم ختمه ووضعه في سلال التنشيف لمدة 6 أسابيع، ثم إلى شهرين. إلى شهرين. أيوة من 6 أسابيع إلى شهرين، بعدها يكون جاهز للتسويق. هذه الألوفيرا نستخلص اللي جوتها، نستخلص اللب اللي جوتها، نسوي لها فيه الصابونة. الهلام. أيوة الهلام نفسه، ونثلجه ونستخدمه في الصابونة. طبعا التثليج هذا له فائدة، إنه إذا حطيناه مع الصودا ما تروح الفائدة حقته. يحتفظ، ايوه يحتفظ بفوائده فيه. جميل. مكونات صابوننا على المواد الطبيعيه، سواء تكون سائله زي هذه نستخرج منها المواد السائله، او تكون بعد التنشيف. شوف هنا خضراء، شوف خضراء ما تعلمها ناشفه. ليش؟ هذه مالينجا. لان ايوه لان ميبسينها في الظل. شوف لونها زي ما هو اخضر، صح؟ ها شوف ناشفه. هنا هذه خلاص يبسناها، هذه المارينجا، هذه يبسناها نطحنها بأنفسنا، ويكون عندك هذا المزيج. مارينجا عضوية، مزرعة ألفافة في بني كبير. عندنا بعد ما ينشف الصابون مدة 24 ساعة نبدأ بتقطيعه بهذا الشكل، صابون حجم الصابون العادية، ونختم عليه علامتنا التجارية، ونشيله خلاص على سلال التنشيف. هنا الموية المعطرة اللي هي نستخرجها من العطرشية، من إكليل الجبل، من الميرمية،
كلها احنا نقطرها في البيت ونستخدمها في تعطير الصابون، نكهة طبيعية يعني ما هو مو ممكن تكون معقدة. من أشجار المزرعة يعني نقطر في المزرعة. طبعاً أنا حاطة هذا عرض إنه هذا زيت الزيتون مع السدر مثلاً، أو إن الصابونة تتكون من زيت الزيتون مع إكليل الجبل. هنا عندك زيت الزيتون الطبيعي إنتاج الباحة نسوي منه. أيوة عندك هنا هذا الفحم حق الرماد عندك. رماد الشعب العطرية. أيوة. خلاص هنا عندك المنتج النهائي بدأ هنا التسويق. خلاص قمنا بتغليفها وختمها وبدأ التسويق. هذه بالقطران، هذه بالقطران. هنا عندك هذا صابون العثرب. هنا صابون رماد الأعشاب العطرية. شوف نفس اللون، نفس اللون. هنا اللوز، هذا اللوز من لوزنا، من لوز الباحة. هذا الإنتاج النهائي. متعب اللوز. هنا العثرب، العثرب أكيد الكل عارفة مادة مطهرة سبحان الله من الله، كانوا يستخدمونه أصلا في الجلود. ليش؟ لأنه مادة مطهرة يزيل العفن ويزيل الأشياء اللي هنا. عندك الصبار، هنا الصبار اللي هو البرشومي اللي قبل شوي شفناه. القهوة، وين القهوة؟ القهوة هنا. هنا القهوة، صابونة القهوة تعطي رائحة جميلة وتقشير للجسم. أتمنى إن ننتج من بلدنا وفي بلدنا ولبلدنا ولأبناء بلدنا. أتمنى من كل شاب سعودي أو شابة سعودية عنده أي يعني فكرة إنه يبدأ فيها ويتوكل على الله. أزمة كورونا علمتنا إن نعتمد على أنفسنا. أزمة كورونا علمتنا لأن لما جت كل دولة صارت لوحدها. إن نقدر نعيش من بلدنا. فعشنا من غير الدول الباقية الحمد لله بمنتجاتنا ومن بلدنا. حتى صابوننا أفضل من برا. والدعم. والدعم والله لا محدود، لا من الحكومة. والدعم كلنا يدعم. آخر دعم جانا من الريف والله، برنامج ريف تبع وزارة الزراعة. برنامج والله ريف. والله دعم بمبلغ 54,000 و50,000 والدعاية وتسويق وبرامج ورعاية لا محدودة صراحة.